وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الخبير العسكري السوري العميد عبد الهادي ساري. أهلا ومرحبا بك سيادة العميد. بداية، على الرغم من وجود قوات النظام السوري والميليشيات المناصرة له على تخوم إدلب، صحيفة وول ستريت جورنال تقول إن روسيا تمنع النظام من البدء بأي عمل عسكري لاستعادة إدلب، كيف تقرؤون الموقف الروسي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. في الواقع يعني كي لا يفهم من كلامي أني مع ما تتصرفه روسيا، روسيا كالأفعى التي لا يمكن أن تلد حمامة. يعني روسيا هي دولة محتلة لسوريا، روسيا قتلت الشعب السوري وهجرت الكثير منه، لذلك هي الآن أعتقد من خلال الاتفاق التركي الروسي يعني أعتقد أن روسيا بدأت تشعر وكأنها يعني تريد أن تحل شيئا ما في العقدة السورية، وسعت وتسعى يعني بهذه الأيام من خلال خطوط دبلوماسية شرعتها تركيا بهذا الاتجاه بأن يكون لها دور سياسي ودبلوماسي في المنطقة. لذلك سعت أولا وراء أمرين، الأمر الأول هو الأمر الذي يضمن مصالح روسيا في المنطقة، ومصالح روسيا لم يتم ضمان هذه المصالح بوجود قوى داخلية وخارجية على الأراضي السورية تمنع تنفيذ مثل هذه الاتفاقيات التي عقدت بين الطرف التركي والروسي. وهناك إشارة واضحة باتجاه إيران وباتجاه النظام الذي لن يرضى ولا يرضى لأن تكون يعني هذا الاتفاق ساري المفعول. ونظام قال كثيرا وتحدث وزير خارجيته كثيرا سواء على في الجمعية العامة للأمم المتحدة أو في لقائه مع وزير خارجية العراق، وقال بأن إدلب أو الاتفاق الذي تم بين الأتراك والروس هو يمهد لوضع إدلب تحت السيطرة السورية، وهذا ما قاله الوليد المعلم. أيضا قال بأن على فصائل المعارضة في إدلب أن ترضخ وترمي سلاحها وتعود إلى سوريا، وتكلم عن الغرباء في إدلب وتكلم عن الفصائل التي تسمى أو بين قوسين الإرهابية، كل ذلك تكلم عنه وليد المعلم على أن هذه الفصائل يجب أن تعود إلى حضن الوطن وتعود إلى الحاضر أو تعود إلى النظام السوري، وبالتالي هكذا يريد النظام. طبعا روسيا اعتقد انها اختارت ان تكون او يعني تقف الى جانب مصالحها في هذه المرحله، وعلى غرار او على عكس ما كان نتصوره بانها تريد مصالح النظام ومصالح ايران في المنطقه. طبعا هناك العديد من الأمور التي خلت أو جعلت من روسيا ترضخ إلى تلك الاتفاقيات، منها الضغوطات التركية ومن الضغوطات الغربية التي جاءت بأساطيلها على المنطقة، وبالتالي رضخت روسيا لهذا الأمر. وأعتقد أن الاتفاق لن يعني يبتعد عن الإرادة الروسية وليس إرادة النظام أو الإرادة الإيرانية. طيب، لكن الموقف الروسي السابق لا يتوافق مع ما قالته وول ستريت جورنال، فقد سبق أن خرقت كل اتفاقات التهدئة، لماذا تلتزم به في إدلب اليوم؟ نعم، يعني روسيا أنا تكلمت في بداية الأمر هي كالعفة التي لا تلد حمامة، وروسيا يعني نعتبرها كل السوريين يعتبروها دولة احتلال ودولة أتت لضمان مصالحها الحقيقية ورممت النظام واستطاعت أن تقف إلى جانب النظام وتقف إلى جانب رموز الرموز النظام المجرمين ضد الشعب السوري وعلى مرأى من العالم. لكن الآن وضع إدلب مختلف تماما، وضع إدلب يتواجد في إدلب حوالي 3.5 مليون سوري، منهم هجروا للتغيير الديموغرافي في سوريا ووصلوا إلى إدلب، ويعني ثلث أو نصف أو أكثر من نصف المتواجدين في إدلب هم من خارج محافظة إدلب، وبالتالي الوضع مختلف. لماذا تم تهجير هؤلاء المواطنين السوريين إلى إدلب ويراد من هذه المدينة أن تدمر أو يقتل شعبه؟ يعني موضوع لا يخضع لا للمعايير الأخلاقية ولا الإنسانية، حتى المعايير السياسية هي تتنافى مع ما يتصرفه النظام. الخبير العسكري السوري العميد الركن عبد الهادي ساري، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.